السلام عليكم. انتشرت وحدات من اللواء الخامس حرس رئاسي والشرطة العسكرية في شوارع تعز بعد يوم من اتفاق رعته السلطة المحلية يقضي بتسليم المقرات الحكومية التي بحوزة كتائب أبو العباس. وينص الاتفاق الموقع من مع ممثلي الكتائب والمحافظ والجيش على انسحاب كتائب أبو العباس واللواء 22 ميكا إلى الجبهات وتشكيل قوة عسكرية مشتركة لضبط المطلوبين أمنيا. وأتى هذا الاتفاق بعد مواجهة عنيفة بين كتائب أبو العباس والجيش على خلفية رفض الكتائب تسليم المقرات الحكومية ما أدى لسقوط قتلى وجرحى. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين: ضمانات تنفيذ الاتفاق ومؤشرات فشله، ووضع منفذ الاغتيالات والضحايا المدنيين من الاتفاق. انتهت المواجهات الدامية في مدينة تعز إلى اتفاق تهدئة رعته السلطة المحلية بين كتائب أبو العباس والجيش، ويتخوف مواطنون من أن يكون مصير هذا الاتفاق كسابقه الذي رعاه وزير الخدمة السابق عبد العزيز جباري، فيما يتساءل مراقبون من عواقب تكرار تدليل المتمردين على الدولة والتساهل في مواجهة الخارجين عن القانون. قبل النقاش نتابع التقرير. اتفاق تكتنفه التهديدات بعد أيام من التمرد المسلح الذي نفذته كتائب أبو العباس على السلطة المحلية في تعز، توصلت هذه السلطة إلى اتفاق مع الكتائب لإنهاء تمردها وإخلاء المنشآت على نحو أثار دهشة المراقبين واستغرابهم حيال ما يجري. فقد أظهر الاتفاق كتائب أبو العباس جزءا من اللواء 35 مدرع بقيادة العميد عدنان الحمادي الذي لم يسجل له دور حتى الآن في إنهاء الفوضى الأمنية في مناطق سيطرة اللواء الذي يقوده بمدينة تعز، استنادا إلى الأوامر الترتبية العسكرية لا إلى المحاضر والاتفاقات. يتضمن محضر الاتفاق الذي وقعته اللجنة المكلفة من قبل المحافظ 8 بنود، أبرز ما فيها تثبيت وقف إطلاق النار من جميع المواقع وتنفيذ توجيهات المحافظ بتشكيل قوة مشتركة لضبط العناصر المطلوبة أمنياً وتسليم كافة المقرات الحكومية لقوات الأمن الخاصة وقوات الشرطة العسكرية في المربع الشرقي وما يتبع الجيش في الجهة الشرقية، بالإضافة إلى انسحاب كتائب أبي العباس واللواء 22 ميكا وكافة الوحدات العسكرية إلى مواقعها في الجبهات وتسليم الأفراد المحتجزين وتشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار. يدور هذا الاتفاق حول ما بات يعرف بالمربع الأمني في شرق مدينة تعز، حيث تتركز معظم المقرات الأمنية والعسكرية، لكن مواقع أخرى مهمة لم يشملها الاتفاق وكان يفترض أن تنهي السيطرة الأحادية لكتائب أبو العباس على قلعة القاهرة والأمن السياسي وغيرها من المواقع التي يتوجب عودتها السريعة إلى كنف السلطة المحلية. وبما يتفق مع التأكيدات التي تضمنها بيان المحافظ من أنه لا مجال لبقاء هذه المؤسسات خاوية على عروشها أو مسكونة بالمؤامرات وحبك الدسائس على تعز وأبنائها من قبل قوى التطرف والإرهاب. وعلى الرغم من بدء عناصر اللواء الخامس حراسة رئاسية وقوات أمنية خاصة بالانتشار في بعض شوارع المدينة عقب توقيع محضر الاتفاق، إلا أن الثغرة الخطيرة التي فتحها هذا الاتفاق قد فاقمت من مخاوف المراقبين الذين رأوا فيه تثبيتا لمبدأ التمرد داخل التشكيلة العسكرية النظامية وتهديدا للانضباط وتكرارا للسيناريو الذي انتهى بإسقاط صنعاء في سبتمبر 2014 على يد المتمردين الحوثيين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع المتحدث باسم الجيش عبد الباسط البحر. مرحبا بك عقيد عبد الباسط. حياك الله أخي الكريم وحيا الله المشاهدين جميعا. أهلا بك. أعلنتم أمس أو لجنة التهدئة أعلنت بأن هناك بأن الاتفاق سيبدأ تنفيذه من اليوم بحضور وسائل الإعلام وتسليم مؤسسات الدولة من قبل كتائب أبو العباس. ما الذي حدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة كان هناك حالة من التفاؤل والأمل والاستبشار وأيضا الارتياح لعودة الأمن والاستقرار والأمان لتعز ومدينة تعز، وكان الناس طبعا متفائلين وإلى الآن ما زالت الجهود متواصلة وإن شاء الله اللقاء لم ينقطع. و ما تم التوصل إليه خطوة ممتازة من قبل اللجنة التي شكلها الأخ المحافظ،
وهي يعني تراعي الأمور الأساسية في بسط هيبة الدولة وتواجدها في كل المربعات، و يعني مطاردة المطلوبين أمنيا وعودة المقرات، وإن شاء الله بإذن الله أن يكون المانع من التأخير خيرا. إلى الآن ما زالت هناك بعض العقبات أو بعض الموانع، لكن إن شاء الله يجري إزاحتها وحلحلتها، واللجنة مستمرة في عملها إن شاء الله، وإن شاء الله تتواصل الأعمال وتستمر بوتيرة عالية وتعود طبيعة المدينة الحضارية المشرقة إلى طيب وإلى أبنائها وتعود الحركة. عقيد عبد الباسط، نعم عقيد عبد الباسط، نعم. بصورة مباشرة وإجابة واضحة، هل بدأتم باستلام هذه المقرات أم لا؟ لا، لم يتم حتى الآن استلام أي شيء حتى هذه اللحظة، لكن يعني إن شاء الله الساعات القادمة تكون هناك ترتيبات لإزالة الموانع. هناك ما زال بعض يعني ما زالت هناك أيضا عقبات أخرى، هناك ما زال شوارع مقطوعة إلى الآن، وهناك ما زالت حواجز في بعض الطرقات، ما زال أعمال التقطع والخط والقنص وإنشار مسلحين للطرف الآخر، وأيضا هناك ما زال يعني تمركز قناصات، والأعمال الخط تتم للعسكريين والمدنيين، وما زال هناك بعض الموانع والعقبات، لكن هذا أيضا بالنوايا الصادقة وبإرادة الله تعالى إن شاء الله يتم التغلب. حتى الانتشار للواء الخامس والشرطة العسكرية هو ما زال في المربعات التي كانت موجودة فيها سابقا، يعني لم يتم الانتشار في المربعات المستهدفة حتى الآن، لكن بإذن الله تعالى أن بالتواصل وبالنوايا الصادقة وبإرادة الجميع وحول والتفاتهم حول هدف واحد هو مصلحة تعز العامة ومصلحة أبنائها وتقديم الصورة الحضارية المشرقة للمدينة وأبنائها، نعم. إن شاء الله بإذن الله أن يتم تجاوز هذه العقبات والصعوبات. طيب عقيد عبد الباسط، تكرم بالبقاء معي، ونشرك معنا في الحديث مدير الإعلام بمحافظة تعز الأستاذ نجيب قحطان. مرحبا بك أستاذ نجيب. أهلا وسهلا أخي العزيز. أهلا بك أستاذ نجيب، أعلنتم البارحة أو مساء بأن اليوم سيتم تسليم المقرات الحكومية من قبل كتائب أبو العباس، وسيتم ذلك بحضور وسائل الإعلام، لكن ما حدث اليوم كما سمعت من العقيد عبد الباسط البح لا زالت الأمور كما هي. صحيح هناك بعض الانتشار للقوات العسكرية لكن في الأماكن السابقة، لكن لم يحصل أي جديد، ولا زالت الاشتباكات ولا زال القنص في بعض الأحياء والحواجز قائم. نعم أخي العزيز، بخصوص الاتفاق الذي تم الإعلان عنه أمس وتوقيعه من قبل أعضاء لجنة التهدئة وتعميده من قبل المحافظ محافظة تعز، كان الاتفاق واضحا في بنوده، وفعلا بدأ سريان تنفيذ الاتفاق مباشرة من صباح اليوم، حيث انتشرت اللجنة الأمنية في جميع مربعات محافظة تعز، وتم فتح العديد من الشوارع وإزالة العديد من المتارس. بخصوص المقرات الحكومية التي تم إيرادها في الاتفاق بتسليمها للجنة الأمنية الخاصة بالأمن الخاص والشرطة العسكرية، هي كمرحلة ثانية لم يكن محدد لها في أن تقوم في يومنا هذا، بل هي المرحلة الثانية التي تشمل تسليم جميع المقر الحكومية في الجهة الشرقية وفي المربع الشرقي للجنة الأمنية، وسيكون هذا بإذن الله يوم غد، حيث سيتم البدء بتسليم بعض المقرات في في الجبهة الشرقية وفي المربع الشرقي، وستتواصل تنفيذ بنود الاتفاق بندا تلو الآخر في المراحل القادمة بإذن الله. ولكن أستاذ نجيب، كيف يمكن فهم الأمر، يعني أنه غدا سيتم تسليما للمؤسسات، ولا زال اليوم القنص قائم، ولا زال بعض المناوشات قائمة، ولا زالت الحواجز في معظم الشوارع قائمة، إذن كيف يمكن أن تسلم هذه المؤسسات وهناك أيضا أشياء لا زالت على الأقل لم يتم يعني رفعها ولم يتم إنهائها؟ للأسف يا سيد العزيز، ربما ما وصلتكم من معلومات قد تكون خاطئة. منذ توقيع الاتفاق ليلة أمس لم تطلق طلقة واحدة، بل تم أمس عم تعز هدوء تام، والتزم الجميع بإيقاف إطلاق النار، وتوزعت لجان مراقبة وقف إطلاق النار في أماكنها المحددة،
لم يتم إطلاق أي نار. أيضا المدارس تم فتحها، معظم فتحها بنسبة 95%، تم فتح الشوارع، كل الشوارع المغلقة التي كانت مغلقة تم فتحها صباح اليوم وعادت الحياة الطبيعية إليها. هناك فقط يبقى شارع واحد وشارعين فرعيين لم يتم فتحهما، تأجل فتحهما، يفترض كان أن يتم فتحهما عصر اليوم، ولكن بسبب الأمطار وبسبب ظروف معينة وانعقاد اللجنة الأمنية بشكل دائم تم تأجيل فتح هذا الشارع الرئيسي إضافة إلى الشارع الفرعين إلى يوم غد. أما القنص، توقف إطلاق الرصاص، توقف القنص، توقف كل المواجهات التي كانت حادثة في الأيام الفائتة والسابقة، ويبقى فقط بإذن الله تسليم المقر الحكومية ومتابعة المطلوبين أمنيا، حيث سيتم بإذن الله يوم غدا تسليم المقر الحكومية في الجبهة الشرقية وفي المربع الشرقي وفقا للاتفاق بحضور إعلامي وبموافقة جميع مكونات تعز السياسية والعسكرية. وهناك اتفاق عام وموافقة بل وترحيب من الجميع باستعادة الدولة والوقوف مع قرارات محافظة المحلية، فلا يوجد أحد في تعز سواء مكون سياسي أو مكون عسكري يرفض استعادة الدولة. نعم. بل أن كتائب أبو العباس، كتائب التي أصدرت بيانها بأنها تقف مع المحافظاتها المتمثلة باستعادة الدولة وأبدت استعدادها. طيب إلى أستاذ نجيب، أستاذ نجيب، أي طائفة تعيق؟ نعم. هذا العمل؟ نعم أستاذ نجيب، هذا يعني ما يتمناه الجميع لتعز، ويتمنى أن يلتزم الجميع بهذا الاتفاق، لكن كما تعلم كانت هناك أيضا اتفاقات سابقة لكن لا تنفذ. يعني أمس بالأمس كان معنا محمد نجيب رئيس عمليات أبو العباس، وتحدث بأنهم ملتزمون جملة وتفصيلة بهذا الاتفاق، لكن يبدو أن اليوم عكس ما يعلن لوسائل الإعلام. فما أدري أين يكمن الخلل، هل هو في يعني كتائب أبو العباس أم في السلطة المحلية ممثلة بكم؟ بالعكس يا سيدي العزيز، ما زال ايضا كتائب ابو العباس. اليوم قامت اللجنه بزياره القائد ابو العباس وابدى استعداده بانه ملتزم بتنفيذ بنود الاتفاق حرفيا كما ورد. هناك قد تحدث بعض المعضلات نتيجه لسوء الفهم في الاليات، لكن في المضمون العام جميع الاطراف متفقين ومؤيدين ومباركين. قد تحدث عرقلة من هنا أو من هناك، لكن ليست هذه العرقلة هي عرقلة عامة وليست عرقلة حقيقية، بل ربما هي فقط فهم في بعض التنفيذية لتنفيذ بنود الاتفاق. نعم. طيب أستاذ نجيب ابقى معي، ونشرك معنا في الحديث الدكتور فيصل الحذيفي. دكتور فيصل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا بك دكتور. أنت كيف تتابع الآن هذا الاتفاق ويعني مقدار ما أنجزه وفق ما تم الإعلان عنه بأنه سيتم تسليم مؤسسات الدولة وإيقاف الاشتباكات ويعني الحواجز في الشوارع، كيف لاحظتم أنتم أبناء تعز؟ نحن نراقب عن كثب القرارات اللي يصدرها المحافظ. هو القرار الذي صدر من المحافظ هو كان قرار جيد وحظي بمباركة المجتمع التعزي، لكن صدر وكأن الموضوع وكأن الوضع في تعز طبيعي. عادة القرارات الإدارية والقرارات السياسية عندما تصدر في وضع طبيعي تصدر كقرار ويتم تنفيذها آليا، لكن تعز تعيش ظرفا استثنائيا، ظرف حرب، وبالتالي لا نستطيع أن نطبق القرارات بنفس الآلية، أي لابد من جوانب إجرائية خاصة يتم التوافق عليها حتى يتم تنفيذ القرار بشكل سلس ولا يكون له انعكاسات سلبية أو دامية على الجانب الاجتماعي. طبعا نعم. الأخ المحافظ تنبه من هذه النقطة وعملوا الآن محضر اجتماع للقيادة الميدانية كان أبو العباس طرفا فيه، وموافقين على مسألة الاستلام. طيب دكتور فيصل، حتى ندخل في النقطة. نعم. الأهم دكتور فيصل، اسمح لي وأعذرني على المقاطعة، فقط الأستاذ نجيب يعني تحدث بأن الاتفاق ساري ولا زالوا ملتزمين الجميع، وأيضا المتحدث باسم الجيش الوطني عبد الباسط البحر قال لا زال هناك بعض المناوشات وبعض الشوارع فيها حواجز. أنتم كأبناء تعز كمواطنين، هل لمستم فعلا اليوم في يعني تم تنفيذ هذا الاتفاق، بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها، بدأت الاشتباكات اختفت تماما أم لا؟ نعم، هناك عودة جزئية ليست كلية، هناك عودة جزئية مطمئنة، الناس شعروا بارتياح كبير من هذه فتحت بعض الشوارع، وبالتالي هناك تهيئة عامة
لاستكمال تنفيذ القرار. القرار قلنا في وضع استثنائي لا يمكن ينفذ بيوم ليلة، وأبو العباس يعلم بأنه أي مخالفة للقرار الآن يعتبر تمرد، وليس من صالحه أن يصبح معاديا للمجتمع التعزي والكراهية ستتسع. الأخ المحافظ يعلم بأن أي نكوص أو تلاعب عن القرار أيضا سيخسر، وبالتالي لا مجال لنا للجميع إلا أن نعزز الدولة باعتبارها الحكم والحامي للجميع، أي أن هذه القوات ساهمت في تحرير بعض المواقع، وبالتالي أن سحبها إلى الجبهة تحتاج وقت، وبالتالي استلام الشرطة العسكرية وقيادة المحور وإدارة الأمن العودة إلى هذه المقار في المنطقة الشرقية هي ستسهل أيضا لهذه القيادات أن تسلم المؤسسات الاستثنائية داخل المدينة مثل التربية سبا أيضا المدرسة الفنية، وإن هذه كانت مقار بديلة في وضع كان يصعب عليها العمل من الجحملية أو من المقرات الطبيعية في الجنية الشرقية. فنحن ينبغي أن نتفاعل، هناك عادة جزئية للحياة الطبيعية، هناك شعور بارتياح عام من المواطنين، الاحتلالات لا يمكن أن تنتهي في ظل الوضع الاستثنائي، لا يمكن أن تنتهي سواء نعم. في ظل القرار هذا أو في غيره يعني. طيب. نحن نلمس من خلال 3 سنوات في خاطر وفي قاتل وفي اعتداءات، لكن هذه لا تؤثر على الحياة العامة، الناس لا يعني مستبشرين بالحياة ومتفائلين، ونحن ايضا متفائلين بمثل هذه الخطوات نشد على يد السلطه المحليه التي تعزز من وجود الدوله، والمجتمع ايضا ابدى من خلال الاحزاب السياسيه هذا الموقف. لا ينبغي ان نقرا الامور بشكل متشائم بشكل طيب. مطلق، نحن في وضع حرب، وبالتالي الانتقال الى حاله من السلم او الى حاله الدوله تحتاج الى نوع من الصبر والأنا والتضحيه. نعم. طيب أعود للعقيد عبد الباسط البحر. عقيد عبد الباسط، إذا الأستاذ محمد نجيب مدير الإعلام في المحافظة يقول منذ الاتفاق لم تطلق ولا رصاصة واحدة، والأمور عادت إلى طبيعتها في كل شوارع تعز، وبدأت القوات الحرس الرئاسي وأيضا قوات الشرطة العسكرية تنتشر في المواقع، وغدا سيتم تسليم مؤسسات الدولة. إذا يعني عما تتحدث أنت عن بعض الاشتباكات وبعض الشوارع التي لا زالت فيها حواجز وهناك بعض القنص؟ أولا كلامي كان دقيق، لم أقل اشتباكات، قلت هناك بعض إطلاق مناوشات إطلاق نار. نعم. لا، المناوشات تكون أكثر من جانب وتكون فيها كذا، لكن أحيانا تحدث إطلاق نار من أماكن معينة بين فينة وأخرى. الأخ نجيب كلامه يعني صحيح وسليم وكلام رسمي، وهو ايضا تقريبا ذكر الكلام الذي ذكرته انا بالنص لكن باسلوب ادبي، لانه الاخ نجيب محامي وشاعر، ونحن نعم. كما تعلم عسكر والعساكر يعني الاهم ان تصل الفكره سواء كانت بطريقه يعني من ناحية أدبية أو حتى من ناحية يعني عادية عسكرية، المهم الناس يبحثون الآن على الأمن والأمان عودتها إلى طبيعتها. الآن أنتم كجيش وطني البعض ربما أساء لأنه تم تسويتكم بكتائب أبو العباس، موقفكم أنتم في الجيش الوطني هل يعني أثار يعني أي لغط أوساط المنتسبين للجيش الوطني أم لا؟ اولا الفكره التي اوصلها الاخ نجيب هي فكره صحيحه، وهي تاتي زي ما قلت انا ان الامور ان شاء الله تسير بالاتجاه الصحيح، لكن في بعض الممارسات طبيعيه يعني ان شاء الله يتم التغلب عليها وتجاوزها باذن الله. طيب. ثانيا قضيه الجيش الوطني، الجيش الوطني في هذه القضيه بالذات لم يكن هو صانع القرار، كان الجيش والشرطة والأمن وكل التشكيلات الأمنية والعسكرية هي أداة تنفيذ. الطرف الرئيس والأخ محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية واللجنة الأمنية وهي التي اتخذت هذا القرار، والجيش قام بتنفيذ المهمة، وأيضا في اللجنة التي شكلها الأخ المحافظ هي كانت عبارة عن عضوين ممثلين عن الأخ المحافظ كممثل عن الدولة وعضوين آخرين ممثلين عن الطرف الآخر. لم الجيش بالأخير هو جيش مهني، نسعى أن يكون مهني احترافي، ينفذ الأوامر بصرامة، يساند مساندة للقوات الأمنية وقوات الشرطة نعم. في حفظ الأمن إن تطلب ذلك، ويؤدي مهمته أيضا أمام العدو الخارجي بكفاءة واقتدار. وهذا المسار الذي نسير عليه بإذن الله، وسننفذ أي أوامر بصرامة وبجدية
اي اوامر تصدر الى الجهه العسكريه سيقوم الجيش بالتنفيذ. شكرا جزيلا لك المتحدث باسم الجيش العقيد عبد الباسط البحر، واعود لمدير الاعلام في تعز الاستاذ نجيب قحطان. استاذ نجيب، ماذا عن يعني مقر الامن السياسي، قلعه القاهره، بقيه المؤسسات، هل هي ضمن الاتفاق ام لا؟ نعم يا سيدي العزيز، اولا اسمح لي ان احيي العقيد عبد الباسط البحر، هذا الرجل العظيم الذي دائما خطاباته توحد ولا تفرق، ويبذل جهدا عظيما في لم كل الاطراف ولم الخلاف للامانه، ونحن نستفيد منه على الدوام، واشكر اطراءه فيما قاله مسبقا في كلامه. نعم. بخصوص ما ذكرت سيد العزيز بالامن السياسي وقلعه القاهره وتسليمهما الى اللجنه الامنيه، طبعا ما تم عليه الاتفاق في الذي وقع ليله امس صريح، كان الاتفاق صريح ومحدد بان يتم تسليم المقار الحكوميه القابعه في المربع الشرقي وفيما يتبع الجبهة الشرقية كاملة إلى اللجنة الأمنية كمرحلة أولى. وكما تعلم أنت نحن في محافظة تعز نعيش حربا خلال 3 سنوات وحصار مدقع، أيضا انعدام وتدمير البنية التحتية كاملة خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الأمنية حيث دمرت تدميرا كاملا، وبالتالي فأن استعادة جميع مؤسسات الدولة في يوم وليلة من غير المنطق أن يتم التوافق على هذا الشيء، بل أنه سوف نسعى وهناك توافق على أن يتم تسليم كافة المقار والمؤسسات على مراحل، وبالتالي قد بدأت المرحلة الهامة الاتفاق ليلة أمس في المربع الشرقي، وهذه خطوة إيجابية رحب بها الجميع وارتاح لها الجميع، وبإذن الله ستتبعه مراحل أخرى بتسليم كافة المقرات الحكومية، خاصة وأن تعز لا يمكن إلا أن تعيش في كنف الدولة، ولا يوجد فصيل أو مكون في تعز يرفض عودة طيب. الدولة أو أستاذ نجيب مقر الدولة. نعم، سؤال أخير فقط أستاذ نجيب، في حال لو فشلت هذه التهدئة ولم تسلم المقرات، ما هي خيارات السلطة المحلية في تعز؟ لا زلت على يقين تام بأن تعز لا تعرف الفشل، وهي ترفض الفشل تماما، وبإذن الله ستنجح كل المساعي التي بذلت من أجل الوصول إلى هذه الاتفاقيات. ولكن في حالة لا قدر الله أن هناك فشل لبعض الأمور في تنفيذ بنود الاتفاق، فبالتالي أن السلطة المحلية ستمارس مهامها الموكلة إليها كدولة، ولن تسمح بأن يتم احتواء الدولة ضمن أي إطار معين، بل على الجميع أن يخضع لقرارات الدولة، والجميع عليه أن يأتمر بأمر الدولة، وبالتالي نحن في تعز حرص المحافظ محافظ تعز ورئيس المجلس المحلي أن يكون هناك حوار أي اتفاقيات. أشكرك. واتفاقيات من الجميع، ولن يتم التنفيذ إلا بعد أن وافق. نعم. الجميع ووقع الجميع وتراضى الجميع على أن يتم فعلا استعادة الدولة بناء على اتفاق محدد وصريح وواضح. نعم، أشكرك جزيل الشكر مدير الإعلام في محافظة تعز الأستاذ نجيب قحطان، وعودة إلى الدكتور فيصل الحذيفي، وأعتذر عن التأخير دكتور فيصل، لكن الآن من خلال ما سمعت من متحدث الجيش وما سمعنا من مدير الإعلام بالمحافظة نجيب قحطان، الجميع متفائل وواثق ومتأكد بأن هذا الاتفاق سينجح ولن يفشل وستسلم جميع المقرات. من خلال متابعتك دكتور لكل الاتفاقات السابقة ولكل المشاكل التي حدثت في تعز، هل فعلا سيكلل هذا الاتفاق بالنجاح؟ هو لا يوجد طريق آخر غير النجاح، لا مجال للفشل في مثل هذه الاتفاقات، لأنه أنت أمام دولة، أمام سلطة تمثل الدولة، سلطة تمثل الشرعية، الناس كلهم مرحبين بها، وبالتالي من سيعارض هذه الاتفاقات أو سيحاول يفشلها سيضع نفسه خارج في مسائل قانونية وخارج ومتمرد. الاتفاقات السابقة طبقت نصفها لم تفشل، هي بجباري طبقت نصفها، النصف الاخر لماذا لم يطبق؟ لان المقارات التي يمكن الانتقال اليها في الجانب الشرقي لم تكن مؤهله، ولم تكن قد بسطت نفوذها المقاومه والجيش الوطني بالعمق الشرقي حتى تؤمن هذه المقارات، وبالتالي لكي تسلم هذه المقارات البديله داخل المدينه كان لابد لها من تامين المقارات الاصليه. الناس احيانا يبحثون بقضايا مش منطقيه، يعني انت تطلب من انسان يخرج من مدرسه او من مؤسسه الى اين؟
لابد تعطينا بديلة. الآن المقار الشرقية أصبحت ممكنة لأن تصبح جاهزة للتأهيل. إذا سيخرج الشرطة العسكرية من المدرسة الفنية، سيخرج قيادة المحور من التربية ومن مدرسة السبع، سيخرج كثير من القيادة العسكرية إلى مقراتها الطبيعية، والبقية كما ذكرتم بالأمن السياسي أو القلعة، هذه قيادة عسكرية مفترض تسلم للشرطة والأمن وتذهبون إلى الجبهات. هذا ما هو موجود في الاتفاق. يعني لا نستطيع أن نحلل الموضوع بالفشل ونحن في بدايته. دعنا نأخذ وقتا كافيا لكي نقرر مع ذلك أن الاتفاق فشل بشكل نهائي، وهذا الفشل أيضا سيجبر الآخرين على البحث عن بدائل النجاح. لا يوجد فشل لفتح بوابة أخرى للفشل، وإنما إن فشل سيفتح بوابة أخرى للبحث عن نجاحات أخرى، ومن سيعارض سيصبح هو المتمرد أمام السلطة الشرعية وأمام المجتمع. نعم دكتور فيصل، لا شك أن الأحداث الأخيرة خلال هذا الأسبوع ستترك أثر بالغ، يعني فيما بين يعني الجيش الوطني وأيضا كتائب أبو العباس. باعتقادك هل يعني سيزول هذا التوتر وتعود المياه إلى مجاريها كما عادت، والوئام والتوحد فيما بين الفصائل من أجل مواجهة الحوثي أم لا؟ نحن نؤمن بأن القيادة الميدانية ألا تكون طرفاً ضد الدولة، وألا تكون طرفاً يتبع أطراف خارجية، لأنه التدخل الخارجي هو الذي يفسد الاتفاق الداخلي. الحقيقة أبو العباس هو جزء من النسيج المقاومة في تعز، وينبغي أن لا نمسح تاريخه، لأنه وقعت هذه الشباكات، وهي الشباكات كانت متوقعة. أنا قلت لأن الجانب الإجرائي في وضع استثنائي لن يكون متكملاً، وأنا كتبت هذا في حينه، قلت بأنه لا يمكن تنفذ القرارات كوضع طبيعي، لابد من تنفيذ جوانب إجرائية. الآن تم تنفيذ الجوانب الإجرائية بتوقيع محاضر اتفاق بالتسليم، وبالتالي لم يعد بوسع أبو العباس أن يرفض أو يدخل بمواجهة أو عدم تسليم، أو لأنه سيعتبر تمرد، والمجتمع التعزي يلقم على أي جهة تتمرر على الدولة أو تخلق صراعا داخليا دانيا. مثل هذه المواجهة في اعتقادي كانت متوقعة، لأنه كانت هناك إجراءات لم تستكمل بحيث أنه تتفادى هذه المواجهة. الآن إن شاء الله نأمل ويأمل الجميع بأنه أبو العباس شعر أو قاس النقد الاجتماعي، لأنه ليس لصالح أي متمرد، وهو لا ينبغي أن يكون ضمن المتمردين، لأنه جزء من سلاح رفقاء السلاح المقاومة. التدخل الخارجي كالإمارات أو أي أطراف خارجية لإيعاز والتمني لهذا الطرف أو ذاك بأنه سيتم حزام أمني أو القوى الخاصة لحكم تعز لا تقبل هذا إطلاقا. على الجميع أن يفهم، هم حملوا السلاح للدفاع عن تعز وليس لاحتكارها أو تدميرها. نعم أشكرك جزيل الشكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة الدكتور فيصل الحذيفي، كنت معنا من تعز، والشكر أيضا للأستاذ نجيب قحطان مدير الإعلام بمحافظة تعز، وكذلك للمتحدث باسم الجيش في محور تعز عبد الباسط البحر. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقة جديدة من زوايا الحدث، حفظكم الله.